بداية حضرتك مو اجتماعية. مو اجتماعية؟ نوعا ما. يعني شلون؟ ليش؟ علاقاتك تقريبا سطحية. مو سطحية، علاقاتي محدودة، ما أسوي علاقات بسهولة ويا الـ ويا الـ يعني الداير مداري إذا كان حتى ويا الأهل على فكرة. ممتاز. أي. إحنا نحكي بأيام الابتدائية نفس الخصلة. أي كانوا عندي صديقات اثنين بس. وكانوا أكبر مني بالعمر. من زمان أنا أحب أصادق الأكبر من عندي، ما أحب أصادق اللي يعني مو بنفس يعني من غير مرحلة. أي يعني مثلاً كانت عندي صديقتي بصف السادس ابتدائي وأنا صف ثاني. وكانت عندي صديقتي الثانية صف رابع يعني أكبر مني. شو تفسيرها؟ ما مخاف أفسرها بطريقة الناس يقولون علي يعني خاف تنفهم غلط. إحنا قلنا نسولف بصراحة يعني اليوم. هو مو تعالي أو يعني مثلاً شوفت حال، بس أنا أحس نفسي دائماً يعني تفكيري أكبر مني، سابقني، أحس اللي بعمري ما يفهموني، ما عندهم نفس اهتماماتي.